عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يتقبل منكم طاعتكم وصالح أعمالكم. طبعا فرحانة جدا إن أنا مع حضراتكم في أول يوم رمضان، وفرحانة أكتر لأن الفقرة دي زي ما حضراتكم عارفين إنها فقرة من أحب الفقرات لقلبي، لأنها بسميها كده الفقرة الطيبة، دايما فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والفقرة دي دايما كان بيشرفني فيها عالم من علمائنا الأجلاء من الأزهر الشريف، اللي بنستفيد منهم وبنستفيد من علمهم، وبيشاوروا لنا على طريق الخير اللي نمشي فيه علشان ربنا ياخد بإيدنا. طول عمري الفترة اللي فاتت عايزة أعرف مين هذا الشخص اللي ربنا مشاور عليه وسخره علشان ياخد بإيد ناس عظيمة من حضراتكم، وهو رئيس مؤسسة نبض الحياة. ما كنتش أعرفه، بس الحقيقة أول مرة رحت أزور فيها مكان من أطهر الأماكن في الأرض، وقف نخيل، وحضراتكم كان في تقرير حضراتكم شفتوه معانا. الأرض الطيبة دي لما شفتها وشفت كم الخير اللي حضراتكم عاملينه فيه، فقلت لا، عايز أعرف مين صاحب هذه المؤسسة ونفسي أتعرف عليه. فاليوم موجود، فأنا كل خيالي أن صاحب هذه المؤسسة أو رئيس هذه المؤسسة أو اللي ربنا اختص وشاور عليه وقال له أنت تعالى خد بإيد عبادي معاك. قلت أكيد ده مثلا في سن والدي، يعني من الناس أبهاتنا كده اللي زهدوا خلاص في الدنيا وبيحضروا نفسهم للآخرة، يعني كلنا في سن الشباب بتبقى الحياة واخدانا ولهيانا وعايزة أحقق نفسي وعايزة، لكن إنك يعني الدنيا تبقى موجودة بس على جنب وطريق الله هو ده اللي واخدك، لازم تبقى في سن كبير. شاورولي على حد، قالولي هو ده الباشمهندس أمجد. فأنا عمالة ببص مش شايفة راجل كبير، يعني شاب صغير قاعد على جنب كده على كرسي جنب مجموعة ناس، طبق في إيده وحتة جبنة ولقمة وبياكل، يعني لا تبدو عليه حتى مظاهر العظمة وصاحب المؤسسة، حد في منتهى البساطة. فقلت له السلام عليكم، قلت له ايه ده، يعني انا نفسي اتعرف على حضرتك من زمان، يا بختك. فقال لي ليه؟ قلت له الواحد لو عمل خير مثلا، يعني لو انا طلعت بس حاجه لله 100 جنيه ولا 200 جنيه، بحس ان انا نايمه كده مرتاحه. فقلت له انت واخد بايد الوف معاك في طريق الله وفي طاعه الله، فانت تلاقيك بتنام يعني نافخ بطنك يعني. قال لي انا ما بنامش. قلت له ما بتنامش؟ انت ما بتنامش؟ قال لي اه. فقلت له ازاي؟ قال لي لو حد شال عند حضرتك فص الماس كده وقال لك خديه وصله لي من المكان ده للمكان ده وهتركبي بقى مواصلات، هتعملي ايه؟ قلت له هفضل ماسكه فيه بايدي ومرعوبه وخايفه ومامنه عليه، وانا يمكن اجيب اتنين تلاته يامنوني، ده الماس هروح بيه. فقال لي انا شايل من عند ربنا امانه، اللي بيدفع 100 جنيه لله انا شايلها له امانه ربنا هيسالني عليها، عشان كده انا بشتغل ويا رب يقبل اللي انا بعمله. انا طولت جدا، بس انتوا لما تشوفوه هتشوفوا النور كده، يعني يمكن هو مش معمم مثلا، مش ازهري، مش، لكن هتشوفوا نور اهل الاختصاص على وشه. الباشمهندس امجد مرجان، شرفتني وانستني، واخيرا حضرتك شرفتينا الاول. كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيب ورمضان كريم ان شاء الله علينا وعلى الناس كلها ان شاء الله الرحمن. انا متشكره ان انت وافقت يعني بعد الحاح. سؤالي بقى، انت ليه مش عايز تطلع معانا والناس تشوفك ليه؟ ما بحبش عامه الظهور صراحه. يا فندم، ما هو انت هتاخد ثواب ظهورك ليه؟ انا لو انا قاعده في البيت وشفت حد شاب كده اقول الله، اذا كان بيعمل لله واخد الدنيا في ايده وسايب، يعني مش سايب، يعني طبعا ربنا يكرمك في شغلك، بس ده انت بتلف الدنيا عشان تعمل الخير، وبتلف الدنيا عشان تعمل كل حاجه مظبوطه، ودماغك 24 ساعه بتفكر نعمل للغلابه ايه ونساعد الناس ازاي، والبلد دي فيها مين محتاج، والقريه دي فيها مين محتاج. انت ما بتقعدش. بس يعني انا شايف ان في ناس اقدر مني توصيل الرساله بتاعتنا في المؤسسه عني، يعني في طبعا اساتذتنا، مشايخنا، الناس دي كلها اقدر ان هم يوصلوا الحالات اللي بنشوفها ويوصلوا الرؤيه بتاعتنا كمؤسسه للناس. طيب، وانا شايفه طبعا
ان ربنا بيشاور على كل حد ويديله يعني حمل يشيله، انت شايل حمل كبير وربنا مديلك يعني هو عارف اكيد طاقتك يعني. فانا سؤالي، واحد في سنك واسم الله عليك ربنا يزيدك، على فكره باشمهندس امجد ده مهندس في البرمجه والكمبيوتر والحاجات الجامده دي، وفي بلاد بره يا جماعه عند الناس اللي يعني تعليمه بره، ولو اشتغل بره وساب نفسه بره هيبقى معاه فلوس قد كده. ليه في سنك يعني، مش ليه طبعا ده نعمه وفضل، قررت تبقى مع الله لخدمه عباده المحتاجين؟ بص، حتى في شغلي في الكمبيوتر برمجيات بحاول دايما اعمل حاجه ليها نفع، ليها تفيد الناس. فتلاقي دايما برامجي خاصه بالطب، تبرع بالدم، كنا عاملين تطبيق خاص بتبرع بالدم تحفه حلو قوي. التبرع بالدم للمحتاج برضو المرضى او كده. ما هو مجاني خالص ومتساب في السوق مجاني. انا لا ثانيه واحده، استناني يعني انت عامل تطبيق مجاني ما بدفعش فيه فلوس خالص. الله يكرمك. وده ساعدنا ان احنا ننشر فكره التبرع بالدم، كان في 2016 لما خدنا موسوعه جينيس للارقام القياسيه. ما شاء الله عليك. مساعده سيارات، واخر حاجه عملناها الحمد لله كان التطبيق الخاص بالشبكه القوميه لخدمات ذوي الاعاقه تبع وزاره التضامن ووزاره الاتصالات، ده باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وحاليا هو بيوفر خدمات التدريب والفرص العمل لذوي الهمم. الله يكرمك. بضعفائكم ترزقون وتنصرون. الحمد ربنا لله. يرزقك وينصرك. انا عايز اتكلم عن حاجه معينه، انا يعني الحقيقه برضو مستغربه انك تقريبا في الاسبوع مرتين ثلاثه بتقطع مسافه حوالي 1000 كيلو رايح و1000 كيلو جاي في اماكن يعني لسه مش ممهده، علشان تعمل حاجه اسمها وقف النخيل. تمام. وقول لي سر البركه اللي في المكان ده، يعني كل واحد بيروح يزرع نخله، انا شفت الاف اللهم صل على النبي، يعني ربنا يا رب يكرمكم جميعا كل الناس اللي زرع صدقه، يعني زرع خير وبتزرع حسنات في الارض الطاهره دي، ربنا يكرمكم. اللي يخليك تعمل المشقه دي ذهاب وعوده في الاسبوع مرتين ثلاثه، الفكره كمان الفكره الذكيه دي جات لك منين؟ انك عايز استثمار، انت مش بس بتساعد الغلابه، انت بتستثمر لهم. تمام صح. جات لك الفكره الحلوه دي ازاي؟ هي الفكره جت من بحثنا عن طريقه لتنميه موارد المؤسسه من غير ما نعمل مشقه تانية اكتر زياده على المتبرعين. ف احنا دايما عندنا مراجعات كتير قوي، خطط كتيره، فبنشوف الاهداف الخطط اللي هي تنميه مستدامه. بناء عليه بدانا نشوف مشروع نعمله مره ويبدا يجيب لنا دخل مستمر بقى معانا على طول. فكان فكر الوقف النخيل، كنا فكرنا في الزيتون والنخيل، فراحت النخيل اكتر عشان نخيل شجره متجدده عكس الزيتون. اتنين معاملتين بس، الزيتون خلاص عمره بيحصل بتشيليه بتحطي واحد تانية، النخيل بيجيب ولده تانية وخلفه تانية وخلفه تالتة اللي هي الفسايل بالظبط، ومستمر يعني الى ان شاء الله. فده كانت البدايه بتاعت فكره المشروع. بدأناها بقى واخترنا ليه المكان هناك في ابعد حته ديت. دي كان راي الخبراء دكتور باسم دكتور الكسندر، هم اللي اختاروا لنا المكان ده عشان هو مناسب لنوع النخيل المجدول ان احنا عايزين نزرعه. طيب بالاشاره للاسمين اللي قالهم دول اهم خبراء وعلماء من امريكا ومن مصر. طيب. ولما سالت الباشمهندس طب ما الناس دي تلاقيها دول اهم ناس بياخدوا فلوس كتير، قال لي انا لما بروح اشتري حاجه لنفسي ممكن اشتري اي حاجه غاليه، لكن علشان فلوس ربنا انا بعوض فاصل في كل جزئيه، لو هشتري مسمار بجيب افضل حاجه، والناس بتساعدني الناس الطيبين ان هم كمان يعني ما بيتقاضوش كامل اجورهم. انت مشاور على عملاء سوري على علماء في كل المجالات، الطاقه صح والري والزراعه صح مساحه لا طب نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا، ومره تانية انا برحب بحضرتك. نشوف التقرير ونرجع على طول.
انا ما كنتش شفت الارض وهي ولا حاجه، يعني التقرير ده وراني. انا رحت شفت بقى المرحله الاخيره من اسبوعين تقريبا، في جنه ربنا يعني باصص على الارض دي، ربنا حوطها بنوره، لانها فعلا دي ارض الله. يعني انا مش مهما اشرح لكم الاحساس، اللي هيروح هيفهم واللي راحوا هيفهموا. باشمهندس، انا شفت صحراء من هي ولا حاجه، صحراء ولا حاجه، ارض جريدة. واللي انا شفته بقى اخر مره، لا ده انت محطات التوليد الطاقه الشمسيه دي. هناك ما فيش طبعا كهرباء، فما فيش عندنا غير الشمس، وطبيعي ان احنا نستخدم طاقه شمسيه، اوفر بكتير قوي ان احنا نستخدم ديزل وسولار. فكان طبعا استعنا بلجنه استشاريه كامله، صمموا لنا محطات كهرباء. النهارده في حوالي 11 محطه طاقه. الله اكبر. تمام، الحمد لله. كل بير عليه محطتين للبير نفسه عشان يشد الميه، العمق البير 700 متر، والخزان العلوي السطحي محطه ثانيه عشان الترمبات. انا اللي كمان اللي انا اتفزعت منه فكره ان يكون في ميه انتوا طلعتوها من الارض، الصحراء دي اهي اهي. يعني يا جماعه المايه دي طالعه من الصحراء دي ازاي يا فندم؟ ده كان دكتور اسامه خبير جيولوجي، هو حدد لنا اماكن كل بير. فالحمد لله كل ما فعلا بندق مكان بير بيطلع المايه على طول، ما فيش بقى محاولات وتجربي وتطلعي تاني، لا هي خلاص. استعنتك باهل العلم، من اكابر اهل العلم تحية. اللي هم التوب، يعني انت بتشوف التوب 10 مين وتروح لهم. صحيح. انا شايفه ان انت كده بتوفر فلوس أكيد. عظيمه جدا. انت الطاقه بتاخدها من عند ربنا. صح. اللي هي من الشمس. صحيح. الميه بتاخدها من عند ربنا من باطن الارض. صحيح. فانت يعني فعلا انت محافظ على الامانه. هي ده اول حاجه بنعملها، في ان احنا نحاول نسيح خالص الريسك، الخطر. المخاطر ان انا استعين بحد مش فاهم، طيب اشيله ازاي؟ خالص نجيب احسن ناس فاهمه في الحته دي، نستعين بيها تخطط لنا، تساعد معانا، تبني معانا الحلم اللي احنا عايزين نبنيه ده. انا سمعت حاجه جمله كمان وانت بتقول للناس، انت مش نصيبك عند ربنا نخله، انت نصيبك عند ربنا الميه اللي طالعه دي اللي هيتزرع فيها سمك اللي الناس هتاكله، فانت بتطعم الناس. ده حقيقه. انا عايزه اقول لكم حاجه، طبعا اللي هي الحمامات السباحه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ابيار دي؟ مسطحات المياه عندنا؟ مسطحات المياه دي اسمها ايه؟ احواض مياه. احواض مياه، الحمامات السباحه. احواض المياه دي معموله طبعا عشان الري والكلام ده. فبسال الباشمهندس، ده ما شاء الله يعني الدنيا تمام. قال لي انا كمان هعمل سمك. قلت له تعمل سمك ازاي؟ قال لي حزر، هنعمل مزارع سمكيه. صحيح. ليه بقى يا جماعه؟ عشان اخواته العمال اللي هو بيعملهم، فعلا اخواته، اقسم بالله انا شفت واحد بيعمل اخواته، يعني هو اقل واحد فيهم. قال لي عشان لما بنجيب لهم مثلا اكل، مثلا لحوم او دواجن او كده، ممكن يزهقوا، فانا عايز كمان اعمل لهم اسماك عشان يبقى في اكتفاء ذاتي، لان هم عايشين في صحراء. فيعني انت كمان هتعمل مزارع سمكيه. الحمد لله. خلاص ان شاء الله يعني مستنيين بس يكون الجو يتظبط شويه، وان شاء الله هنجيب في كل حوض كميه سمك تكفينا ان شاء الله وتفيد كمان. طب عايز اقول حاجه برضو للناس، انا رحت المكان ده من 3 اسابيع تقريبا، كان فيه حوالي 3000 او يمكن اكتر من المتقين المتصدقين اللي رايحين، كل واحد يعني بيزرع نخله لله. في ناس زرعه بال70 وبال80 نخله، الله يكرمكم، وكلمتكم عليهم وهكلمكم على تباع عن الشخصيات اللي انا قابلتها. ف 3000 وشوية عشان تعرفوا بركة المكان. 3000 دول في ذبايح اتذبحت والناس كلت، والذبايح دي استوت والناس كلت، والناس زرعت، كل واحد زرع نخلته، والناس وفاض أكل كتير جدا، وكلنا كلنا وشبعنا الحمد لله، والناس دي مشيت. على العصر كان كل الناس ماشية. إيه البركة دي؟ احنا محتارين لسه في سر المكان. يعني كل ما عارفين، انا كنت هناك الاسبوع اللي فات تاني. انت ما استريحتش. كان سياده المحافظ محمد زملوط شرفنا هناك بزياره الحمد لله، فروحنا هناك. كان هو برضو الحمد لله يعني عجبه المكان قوي، عن اول مره خالص هو راحها السنه كده. سنه كامله شاف التطور اللي حصل في الارض. احنا النهارده خلصنا 500، داخلين في 500 الثانيه، زرعنا اول 250، فكده الحمد لله المساحه المزروعه 750، فاضل لنا اخر 250 ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يا رب. مش هقول لكم تاني وبمنتهى الالحاح، احنا في اول رمضان وده شهر الخير، خلي لنفسك نصيب من الخير، وكل واحد
ده شهر بقى اللي هو ايه الحسنات وزياده سياده المحافظ اهو. الله، ده سياده المحافظ بنفسه ده نازل بلف يعني، مش رسمي. بسم الله الله عليه، هو بسم الله ما شاء الله عليه صراحه بيلف بنفسه كل المشروعات. يا سياده المحافظ الله يكرمك ويكرم مصر انها بتساعد مؤسسات المجتمعيه، وربنا يكرمكم يا رب. ده بص زيه برضو زي اي حد. باشمهندس عايزه وعد من حضرتك. اتفضلي. اوعدني امانه عليك انك تشرفني تاني، لان انا كلامي ما خلصش، وعايزه الناس تفهم اكتر عن وقف النخيل. تمريني ان شاء الله. يعني ده وعد. اكيد ان شاء الله. اهو قدام كلكم باشمهندس وعدنا، شرفتني ونورتني وادعي لي. ادعي لي انت. لا ده انت اللي بتدعي لنا، انت من اهل الله. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا باشمهندس. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. للاسف الفقره الطيبه دي خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم.